السلام عليكم، وننتقل لموضوعنا. طبعا قبل أن ندخل ضربة البروفيت تيكر، لازم أشرح لكم أو لازم تعرفون نظام الأسلحة أو المودات اللي راح تستخدمونها على أسلحتكم، لأن طريقة أو نظام الضربة مع البروفيت تيكر أو العنكبوت الكبير جدا مختلفة عن إدلون 360 درجة. مثل ما تشوفون مثال، يعني الروبيكو قبل لا تعدل فيه في ثلاث خصائص من الدمج. راح أزيد مثلا السم، صار عندي أربع خصائص من الدمج. لأن نظام البروفيت تيكر، في البروفيت تيكر في كل خصائص الدمج اللي في اللعبة اللي احنا نعرفها حاليا، وتتغير كل 15 ثانية كل 20 ثانية. طبعا راح أراويكم كيف تغيرون خاصية الدمج في 5 ثواني، خلال 5 ثواني من خلال أوبريتر. لكن خلنا نكمل شرح الأسلحة. طبعا انت محتاج ان تنوع من خصائص الدمج عندك. مثلا الروبيكو راح اخلي فيه 4 خصائص من الدمج، وتقدر تخلط بين الخصائص. مثلا تخلي السم وتزيد عليه الثلج او تزيد عليه الكهرباء، راح يصير عندك خليط راح يعطيك غير السم وغير الكهرباء، لانك راح تدمجهم مع بعض. طبعا على حسب انت وتعديلك للمودات. انا هذه تعديلات المفضلة بالنسبة لي على سلاح الروبيكو. تقدر تختار اي سلاح انت عاجبنك. في بعض الاسلحة بدون ما تحط عليها مودات خصائص الدمج في تجيك وهي اصلا فيها خاصية، وانت اللي عليك انك تطورها وتزيد من الدمج. طبعا الافضل انك تختار اسلحة تعتمد على الكريتيكال دمج او الكريتيكال تشانس. كيف تعرف ان هذا السلاح كريتيكال تشانس او كريتيكال دمج؟ يعني يعتمد على الكريتيكال تشانس، ما يعتمد على الكريتيكال الستاتس تشانس. يوم تختار سلاح بدون اي مودات راح تشوف الكريتيكال تشانس والستاتس تشانس اي واحد فيهم اعلى. اذا كان الكريتيكال تشانس اعلى معناته هذا السلاح سلاح كريتيكال تشانس، راح تزيد فيه الكريتيكال تشانس وتستخدمه. في بعض الأسلحة يكون فيها الستاتس تشانس اعلى من كريتيكال دامج او الكريتيكال تشانس، لكن مع المودات تقدر تزيد الكريتيكال تشانس اعلى من الستاتس تشانس. وليش يفضل ان الكريتيكال تشانس اسلحة الكريتيكال تشانس؟ لان فيها الكريتيكال مولتبلاي، ان يدبل لك الدمج. مثلا اذا كان الدمج مثل ما تشوفون الكريتيكال تشانس عندي الحين في السلاح 60، تحت الكريتيكال تشانس 4.2. فمثلا خلنا نقول عندي الغاز، دمج الغاز 13000 ضرب 4.2، يعني راح يزيد لك اياه. طبعا اذا حسبتها راح يطلع لك رقم خيالي، طبعا ما توصل للرقم الخيالي هذا، لكن مثل ما تشوف 60% كريتيكال تشانس، يعني انت وحظك والاحتمالات. الخصائص هذه راح تستخدمها او فائدتها حق شيلد العنكبوت، بس حق الشيلد عشان تطيح شيلده بسرعة، لان شيلده صراحة ثقيل. اما بالنسبة لسلاح الارتوينج اللي الحين انا جالس اعدل في موداته، هذا اللي راح تدمج فيه هيلث البروفيت تيكر او العنكبوت. راح تكسر رجله، وبعد ما تكسر رجله راح يطيح وراح تضرب جسمه الاساسي. طبعا يفضل ولازم تزيد قوة سلاح الارتوينج. انا بالنسبة لي سلاحي المفضل في الارتوينج الفيلوسيتوس، السلاح هذا طبعا مع الريفن. انا استخدم ريفن، تقريبا الريفن اللي استخدمه حاليا مثل ما تشوفون قيمته من 1000 بلات الى 4000 تقريبا. مو بلازم انك تحط ريفن مود، اذا انت بتلعب مع شباب راح يساعدونك، راح تتساعدون مع بعض انكم تكسرون شيلده وتكسرون رجله وتدمجون الهيلث. ويفضل ان تكونوا نوعين في خصائص الاسلحة. يعني مثلا الروبيكو عندي 3 خصائص وزدت عليه خاصية السم. الكاتمون حاليا غلطت وكنت حاط خاصية السم، لكن راح اغيره واحط خاصية الثلج.
بهالطريقة عندي أربع خصائص في الروبيكو، وفي الكاتمون عندي الريديشن خليط، عبارة عن خليط مع الثلج. بهذا بهاي الطريقة عندي أربعة في الروبيكو واثنين في كاتمون، صار عندي ست خصائص. لأن مثل ما خبرتكم بداية الفيديو، البروفيت تيكر عنده كل خصائص الدمج اللي في اللعبة وتتغير. كيف توصل للبروفيت تيكر؟ هذه قبيلة السولارس يونايتد، أنا أسميهم القبائل أسهل. فقبيلة السولارس يونايتد لازم تمكسها، لازم توصلها الليفل 5 عشان تقدر تدخل على البروفيت تيكر. بعد ما تمكسها تدخل الباب الخلفي، البنت هذه راح تعطيك أربع مشنات، لازم تمشي بالدور بالترتيب لين ما توصل مشن الرابع. مشن الرابع اللي راح يدخلك على البروفيت تيكر أو العنكبوت. مثل ما خبرتكم نظام العنكبوت جدا مختلف عن نظام إيدلون. بعد ما عدلنا أسلحتنا احنا جاهزين ان نضارب البروفيت تيكر. انا حاليا مع واحد من ربعي، انا استخدم شخصية كروما، بشرح لكم الاشياء التفاصيل الثانية بعدين اخر الفيديو ان شاء الله. مثل ما تشوفون الحين الخاصية اللي فوق البروفيت تيكر مغناطيس او الماجنتيك، عبارة عن خليط. بالأوبريتر اذا ضربته كل 5 ثواني راح يغير لك الخليط. بعد ما يحط خاصية الدمج اللي انت معدل وحاط الموداتة على سلاحك، تبدأ تكسر شيلده. بعد ما تكسر شيلده راح تستخدم سلاح الارت وينج عشان تكسر رجله. بعد ما تكسر رجله ويطيح على الارض والدمجه راح يرمي اعمدة حوالين الخريطة. هذه الاعمدة ترجع شيلده، فاذا كنت مع الشباب لازم تكونوا مركزين. اول ما تطلع الاعمدة من جسمه لازم تنتبهوا لها وين هي رايحة، وتكونوا جاهزين تكسرون الاعمدة بسرعة. اذا كسرتوها بسرعة ما راح يشحن شيلده مثل ما انتم شايفين. اذا شحن شيلده بتشوفونه باللون الازرق، وبتشوفون الخصائص الدمج طلعت مرة ثانية فوق راسه. اذا كسرتوها بسرعة ترجع مرة ثانية تحول على سلاح الارتوين وتبدأ تكسر رجله. مثل ما تشوفون استخدم شخصية كروما، يعطيني دمج عالي مع المودات والتعديلات ومع الرفن اللي انا حاطنا. مثل ما انتم شايفين ضربة ضربتين، مرات تصير 3 ضربات اكسر رجله بكل سهولة، والدمج على جسمه عالي. بالنسبة للخصائص، تقدر تغيرها بالأوبريتر، انك تضربه كل 5 ثواني يغير لك الخاصية، او انك تنتظر راحتك 30 ثانية 20 ثانية لين ما يغير لك الخاصية. لكن اذا حط لك مثال، حط لك خاصية النار وانت عندك سلاح في خاصية النار دمج عالي، دمج خرافي، وضربته راح يغير لك الخاصية. يعني اذا حط لك خاصية وانت ضربته بنفس الخاصية دمج عالي راح يغير لك الخاصية، وراح تغير سلاحك على حسب الخاصية اللي هو حط لك اياها. هذه الريورد او الجوائز بعد ما تذبح البروفيت تيكر. اتمنى ان عجبكم الفيديو، استفدتوا من الشرح وفهمتوا. اذا عجبكم الفيديو اشترك ولايك وانشر، وشكرا.